ليس لأجل الذنوب ما ينصرك. بالذنوب أنت متقي بشروط معينة، ليس كل المذنبين، أنت متقي. الذنوب كبروها علينا في 60 تفسير، إبليس موجود. لا قعدن لهم مو في المقاهي والمكان الفساد. صراطك المستقيم، هنا نخبطه، خلي تشويش إلا عبادك، عبادك منسوبين إليك، خروف الراعي. هنا في راعي، هو قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك، منسوب إليك. طيب واللي في الصراط المستقيم منسوب للعبادة، لأن هذا طريق إبليس خبير فيه، قال لا أقعدن لهم صراط المستقيم، هذا فاهمه. طريق الحب لله والتعظيم لله والتصغير غيره ما يعرف كيف ماذا يقول لهم، يقول له ذنوب، قال الله غفور رحيم، أنا تواب.